جامعة دمشق توفر تعليماً ذات جودة عالية في تدريس اللغة الإنجليزية، وتتكون من 12 قسماً متفرقاً من 6 كليات الأكثر رغبة وشعبية في المنطقة. يتم إعطاء الطلاب سنة تمهيدية في اللغة الإنجليزية إذا كانوا غير قادرين على النجاح في امتحان كفاءة اللغة الإنجليزية. يتم تزويد الطلاب بأعلى مستوى من اللغة الإنجليزية من محاضرين خبراء بينهم أمريكيين. اعتماداً على اهتمام ورغبة الطالب، يتم إعطاء الطلاب فرصة إكمال السنة التمهيدية في الولايات المتحدة، كما تتوفر فرصة لتعليم اللغة التركية بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية. توفر كلية طب الأسنان 5 سنوات من تعليم يدرب فيها جراحو أسنان المستقبل، مجهزة بالكامل ومزينة بأحدث التكنولوجيا، وهي أكبر مستشفى طب أسنان في العراق، التي تقدم خدمات التشخيص والعلاج للساكنين في المنطقة والعامة في المجالات التالية: زرع الأسنان، جراحة الوجه والفكين، تقويم الأسنان، حشو الأسنان، الأسنان الصناعية، طب أسنان الأطفال، وفي جميع الفروع الأخرى بما في ذلك الحشو والخلع. تهدف كلية القانون إلى تنشئة محترفين مهنياً في ممارسة مهنة القانون، وذلك عن طريق تنمية أفكارهم بإقامة دورات ومناقشات عن أحداث معاصرة مع التركيز على مبدأ سيادة القانون. يتم إعطاء دورات تدريبية ذات الصلة بالقانون الدولي باللغة الإنجليزية في الكلية التي لغة التعليم فيها هي اللغة العربية. يعطى الطلاب الفرصة لتطوير مهارات تحليل نفسية الأشخاص عن طريق محاضرات تثقيفية وإبداعية المعطاة من قبل أساتذة ذوي خبرة عالية في هذا المجال. خريجي كلية الحقوق في جامعتنا يمكنهم الحصول على وظائف في أكثر المؤسسات المرموقة وطنياً ودولياً، وهذا القسم لديه سمعة ممتازة لتنشئة أحسن المحامين. تهدف كلية العلوم الإدارية والاقتصاد تعليم الأفراد روح القيادة، تمكن الأفراد من أن يكونوا باحثين حساسين في التعامل مع المجتمع. توجد في كلية الحقوق إدارة الأعمال والمصرفية والمالية والمحاسبة والشؤون الدولية والدبلوماسية. يعطى الطلاب الفرصة لأخذ دورات إضافية في الكلية للكشف عن مواهبهم وتحديدها. تنظم الجامعة الرحلات التجارية والمشاريع الدراسية بالتعاون مع عالم الأعمال لإعطاء الطلاب الفرصة لتطبيق المعرفة النظرية والممارسة العملية. تعمل كلية الهندسة على تنشئة المهندسين الأكثر مهنية وتعليماً في المنطقة، والذين تزداد الحاجة إليهم مع الاقتصاد الموجود في الوقت الحالي والتطورات التي تحدث في الوقت الحاضر. توجد في كلية الهندسة 3 أقسام: الهندسة المدنية، هندسة الكمبيوتر، والهندسة المعمارية. في أقسام الكلية يطبق الطالب الدراسة النظرية عملياً في المختبرات عن النقل والبناء والهيدروليكية والروبوتات والإلكترونيات والبرمجيات. في الهندسة المعمارية يجمع الطالب مهاراته الفنية مع خلفياته الاجتماعية والثقافية، ويجري أيضا تشجيع الطلبة للحضور في المواقع والمؤتمرات الدولية لزيادة مستوى المعرفة لديهم. قسم تكنولوجيا المعلومات في كلية العلوم يوفر التعليم حول تكنولوجيات علوم الحاسوب بواسطة موظفيها الخبراء. يقوم الطلاب بالاستفادة من المعرفة، وذلك بتطبيق أساليب البرامج ووحدات تكوين الحاسوب، ويتفوقون في الفيزياء أيضا، ويتخرجون منها متخصصين بمجالهم في المستقبل. تهدف كلية التربية إلى تنشئة مدرسين المستقبل الذين مهمتهم تثقيف أفراد المجتمعات السلمية. عشاق كلية تربية المدربين في أقسام الرياضيات واللغة الإنجليزية يضعون أساس منح النظام التعليمي للبشرية. لقد جاء الأكاديميين من 11 بلداً مختلفاً، وعلى وجه الخصوص أمريكا، كندا، إنجلترا، تركيا والهند. يتعرض الطلاب لأجواء أكاديمية متعددة الثقافات ليكون لديهم وسيلة للتفاهم مع مختلف الثقافات. ويوفر مكتب العلاقات الدولية خدمة الاستشارات والتنسيق في منبر دولي في العالم المعولم، بعد أن أبرمت جامعة دمشق اتفاقات شراكة مع الجامعات ذات السمعة الطيبة في العالم. تم تطبيق برنامج تبادل الطلاب والموظفين. تفتخر الجامعة بتقديم البحوث والتنمية
كمهمة للتعليم عالي الجودة باستخدام كل وسائل التعليم الحديثة المتاحة لطلابها. يجرب الطلاب التميز بالتعلم في الصفوف بواسطة أجهزة العرض والصبورة الذكية. تقدم المكتبة بيئة مريحة للدراسة السلمية مع آلاف كتب بلغات مختلفة والمحتوى الغني للطلاب. وفي المجالات الاجتماعية، الطلاب يسترخون في أماكن مثل المقهى المتحرك، وكافيتيريا موجودة أيضا في كل طابق من مباني الكلية. للأنشطة الاجتماعية دورا هاما في جامعة إشك التي تحظى بتقدير كبير من الزائرين الأجانب والمحليين. أنشطة النادي في الجامعة تحتل مكانة هامة للطلاب لتخفيف تعب أنشطة نهاية السنة. الأنشطة التي يقدمها النادي هي المسؤولة الاجتماعية، البيئة الحساسة لتنمية الشخصية، والتي بدورها تتيح الفرصة لتعزيز التعليم. في جامعة إشك تمهد للطلاب طريق المستقبل بإعطائهم تعليم أساسي ممتاز لضمان تحقيقهم المهنة التي يحلمون بها بالمزيج من الثقة والأمان والسلام والمعرفة والجودة. دعونا نبني مستقبلا أفضل معا. تعالوا نبنى معا مستقبلا أجمل. المستقبل هنا في جامعة إشك.